يعني دعني أسميه يعني ذهاب العديد من الشباب والسفر وترك أهلهم والذهاب إلى سوريا أو إلى العراق للمشاركة في التنظيم أو للانضمام إلى التنظيم، مما أحدث ربكة في السودان واستغراب كبير جدا بكيفية الوصول إلى هؤلاء الشباب وإقناعهم وهم طلبة جامعيين. نعم، السودان طبعا يعتبر يعني من حيث الخارطة الداعشية يعتبر إحدى الدول التي يعني تحتضن الكثير من الخلايا الناعمة الداعشية. طبعا النظام ما لا شك فيه أو المؤكد أن النظام السابق الذي أسقط كان يحتضن الكثير من الخلايا الداعشية وكان يستخدمها في كثير من المواقف السياسية، تحديدا في علاقاته مع الجارة مصر أو الشقيقة مصر. كان يستخدم النظام قيادات من داعش هو يعرف مكانها ويوفر لها الأمن والأمان ويديرها جيدا، ثم يساوم بها تلك الأنظمة للحصول على أموال أو على تسويات سياسية أو ورقة ضغط كانت، لكنها كانت تحت المجهر معروفة لدى الحكومة. ثم بعد سقوط النظام كما ذكرت فعلا هي مرحلة مختلفة، أصبحت هذه الخلايا غير تحديدا غير مسيطر عليها بشكل عام، أو لحد كبير بعضها غير أماكن وجوده وغير شكله وبطاقاته وجنسيته وما إلى ذلك، أجرى كثير من التعديلات، وذلك ما جعل جهاز الأمن تحديدا السودان أو المخابرات السودانية بشكل عام أن تجتهد في معرفة أماكن وجود تلك الخلايا. لذلك ظهرت خلية جبرة الذي تم سيطر عليها وخلية في مناطق أخرى في بحري وغيرها، لكن المؤكد أن الحكومة تحديدا الحكومة الحالية أو بعد سقوط النظام السابق كثير من الملفات التي تخص هذا التنظيم داعش نعم اختفت أو ليست هي تحت الحكومة تحت يد الحكومة بشكل كامل.